أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. ولي العهد يهني هاتفيا الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا لعهد الكويت. سيدي خادم الحرمين الشريفين. في اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين، وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع الكويت. المملكة والبرازيل توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع ونقل التقنية وتوطينها. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصال تهنئة بالشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد في دولة الكويت. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد الكويت، متطلعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة، فيما عبر ولي عهد الكويت عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي عبد الله لحيى الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي بمقر وزارة الخارجية الكويتية. وأكد وزير الخارجية أن المجلس التنسيقي السعودي الكويتي يعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وأمير دولة الكويت في الدفع بالعلاقات إلى أفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين. هذا ووقع الجانبان على برنامج تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، ومذكرتي تفاهم بين الحكومتين، الأولى بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، والثاني في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها. مجلس التنسيق السعودي الكويتي يعكس الاهتمام الذي يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو أمير دولة الكويت حفظهم الله في الدفع بعلاقاتنا إلى أفاق أرحب بما يحقق تطلعات بلدينا وشعبينا. كما نؤكد على أهمية المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة كمنصة فاعلة وأداة مؤسسية تؤطر عمل البلدين وتدفع بعلاقاتنا للمزيد من التقدم والازدهار. ونؤكد على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الترابط والتقارب والتكامل بين بلدينا وتنامي علاقاتنا الأخوية في كافة المجالات، متطلعين معكم لرفع مستوى التعاون والاستفادة من الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها بلدينا بما يتماشى مع تطلعاتهم التنموية والطموحة. وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه بالخروج من الاجتماع بالعديد من النتائج والمبادرات ذات القيمة المضافة والتي ستعزز مسيرة مجلس التنسيق السعودي الكويتي وتعكس أهدافه المنشودة. نتطلع خلال اجتماعنا اليوم إلى الخروج بمجموعة من النتائج والمبادرات ذات القيمة المضافة والتي ستعزز مسيرة المجلس وتعكس الأهداف المنشودة. فالمبادرات المنبثقة عن اللجان الفرعية للمجلس في كافة المجالات بلغت 50 مبادرة، وسنبذل ما بوسعنا لجعلها واقعا ملموسا وفق الإطار الزمني وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ تلك التوصيات والمبادرات. من جانبه أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله لحيى أن المملكة والكويت ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في جميع المجالات.
أن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، لا سيما في العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة. ولعل من المهم الإشارة إلى توجه القطاع الخاص الكويتي إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية الشقيقة والاستثمارات التي تعكس طبيعة العلاقات والمناخ الاستثماري الواعد، كما أن تشجيع الاستثمارات المباشرة سيسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الاستثمارية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة العربية السعودية ما يفوق عن 2,218,000,000 دولار. وقعت المملكة والبرازيل اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع، جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع نائب الرئيس البرازيلي، حيث استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030. كما تم مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. استعرض النائب العام الشيخ سعود المعجم مع الأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العامين التعاون وسبل تبادل الخبرات في سبيل تطوير مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعرفة والمعلومات في المجالات المشتركة. ونوه النائب العام بما توليه القيادة الرشيدة من أهمية كبرى ودعم غير محدود للسلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية ورفع كفاءة الحوكمة الإجرائية والشفافية والنزيهة. هنأ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى سوريا دكتور فيصل المجفل بالثقة الملكية الكريمة، وأتمنى رئيس مجلس الشورى للسفير المجفل التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة. واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات في مختلف المجالات. طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني بدراسة المنافسة في قطاع الطيران وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على أسعار تذاكر الرحلات ومنع الممارسات الاحتكارية. وفي قرار آخر طالب الشورى وزارة الشؤون الإسلامية بتطوير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتمكينه من إنشاء خطوط إنتاجية رقمية طباعية جديدة. أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم أكثر من 935,000 حاج خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الأحد. وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية أكثر من 896,000، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية أكثر من 37,000 حاج والبحرية 2,399 حاجا عبرها. وصل إلى مكة المكرمة الفوج الأول من الحجاج القادمين من إيطاليا والبالغ عددهم 130 حاجا، وجرى توفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا فريضتهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان. ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف سديري في مقر السفارة في عمان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام. وأكد السفير سديري خلال توديع الحجاج حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن. سعدت اليوم بحضور معالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد الصفدي ومعالي وزير الأوقاف معالي الدكتور محمد الخلايلة بتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج. لا شك أنه هذه المبادرة التي يقدمها المملكة العربية السعودية من مولاي خادم الحرمين الشريفين تؤكد
يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن، وإن شاء الله نتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور. من جانبه نوه سفير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة بالخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج الأردن لتسهيل أداء مناسكهم، موجها شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين. احتفلنا بوداع قافلة حجاج خادم الحرمين الشريفين من مواطني الأردن. بهذه المناسبة أنا أشكر حقيقة المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سعادة السفير السعودي لتنظيم هذه الرحلة الطيبة المباركة، وشكر على كل الخدمات التي تقدم لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية في تسهيل مناسك الحج. بالأمس بحمد الله عز وجل ودعنا القافلة الأولى من حجاج المملكة الأردنية الهاشمية، واليوم إن شاء الله ستتتابع وافي الحجاج الأردنيين إلى المملكة العربية السعودية. أخذنا كل احتياطاتنا، تعاون تام من إخواننا في المملكة العربية السعودية من وزارة الحج السعودية. دشنت وزارة الحج والعمرة محفظة نسك الرقمية، والتي تعتبر أول محفظة رقمية دولية تمكن المسافرين من إدارة أموالهم، وأول محفظة مدمجة داخل تطبيق نسك وبالتعاون مع البنك الأهلي السعودي. أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب العمل التطوعي وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين واستقطاب المتطوعين واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزائر المسجد النبوي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي. أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم تمرين رصد 4 لتعزيز الجاهزية والتأهب لموسم حج هذا العام، ويهدف المركز من خلال هذا التمرين إلى الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية الشديدة والتعامل في حالة درجات الحرارة المرتفعة واختبار آليات الإبلاغ وضمان وضوحها ووصولها في الوقت المناسب، إضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكفاءة وتحسين الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية وتطوير الخطط والإجراءات لتعزيز الجاهزية في المستقبل. قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن ظهر في محتوى مرئي يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيامه بابتزاز الفتيات ومخالفة الآداب العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. دشن وزير السياحة أحمد الخطيب مبادرة المعايير المهنية الوطنية في القطاع السياحي، وذلك بهدف رفع جودة وتعزيز استدامة القوى العاملة في القطاع السياحي من خلال تقديم مرجع شامل وموحد يوضح المعارف والجدارات والمؤهلات ومعايير الأداء لمختلف المهن السياحية. يعود موسم جدة 2024 تحت شعار من جديد بالكثير من الفعاليات والأنشطة الاستثنائية المتميزة والتي تعبر عن مواصلة النجاح والتميز وبداية فصل جديد من الفرحة والبهجة لزوار عروس البحر الأحمر عبر العديد من الفعاليات التي تنتظر سكان مدينة جدة وزوارها بدءا من 28 من يونيو الجاري. ويعتبر موسم جدة 2024 حدثا ثقافيا رياضيا سياحيا ترفيهيا يضفي رونقا خاصا ويثري بأنشطته المتنوعة مختلف الأذواق والفئات العمرية من داخل وخارج المملكة. مشاهدينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. ولي العهد يهني هاتفيا الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد بالكويت. يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو أمير دولة الكويت حفظهم الله في الدفع بعلاقاتنا إلى آفاق أرحب. في اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع الكويت. المملكة والبرازيل توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع ونقل التقنية وتوطينها.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.